سائل بيقول الشيخ عصام ان هو يبلغ من العمر 80 عام وان هو يعني من 40 سنه تقريبا كان تزوج وبنى لنفسه بيت في شقه والده، يعني هو اللي بنى كامل الشقه دي. الان سؤال الاخ السائل، هل الشقه لما يجي يتم تقسيم الميراث بتاع الوالد، هل الشقه دي تدخل في موضوع الميراث ولا عشان هو بناها بنفسه في حياه الوالد وبرضا منه تبقى خارج الميراث ولا تقسم؟ يعني هنا طبعا سؤال متكرر كثيرا في قضيه البناء، وما احناش عارفين لما بنى والده اذن له من باب المشاركه ومن باب يعني الاكرام لوالده. طيب خلينا على انها شقه خاصه بناها له لنفسه، ومات الاب والان البيت ملك للاب، وانا ليا الشقه المباني. تقيم المباني مع يعني حساب مده الانتفاع، وتقيم وياتي حد متخصص يقيم الجزء اللي هو يخرج خارج الارث منها، والباقي يكون تاركه، لان في النهايه البيت ملك للاب وليس ملك للابن.